تعالوا واقرأوا أحاديث الصلاة متى ما إن مشى المصلي خطوات وخيرات حوسى وحور في الجنان فمرحل الذي يؤدي الجمعة تعالوا واقرأوا أحاديث الصلاة متى ما إن مشى المصلي خطوات وخيرات حسى وحور في الجنان فمرحل الذي يؤدي الجمعة إذا أذن للصلاة إنسان له الأملاك في السماء تزداد إذا أذن للصلاة إنسان له الأملاك في السماء تزداد تصف الأجنح البيضاء بنيان تصلي خلفه تعطيه ميزان تصلي خلفه تعطيه ميزان وعن ذاك الذي يبر الوالد مثال للتقى كذاك ابن الحسين بأخلاق السماء ملأت الخافقين فطوبى للذي يؤدي الفرض عين وبالأخلاق يا مؤمن تمتاز إذا كان فذا أعظم إنجاز وتبقى كربلاء لتنحاز لرأي الدين كي تنمو وتجتاز لرأي الدين كي تنمو وتجتاز تعالوا واقرأوا أحاديث الصلاة متى ما إن مشى مصلي خطوة وخيرات حسان وحور في الجنان فمرحل الذي يؤدي الجمعة تعالوا واقرأوا.
نقرأ أحاديث الصلاة متى ما إن مشى المصلي خطوة وخيرة الحزان وحور في الجنان فمرحل الذي يؤدي الجمعة إذا أذن للصلاة إنسان له الأملاك في السماء تزداد إذا أذن للصلاة إنسان له الأملاك في السماء تزداد تصف الأجنح البيضاء بنيان تصلي خلفه تعطيه ميزان تصف الأجنح البيضاء بنيان تصلي خلفه تعطيه ميزان وعن ذاك الذي يبر الوالدين مثال للتقى كذاك ابن الحسن بأخلاق السماء ملأت الخافقين فطوبى للذي يؤدي الفرض عين وعن ذاك الذي يبر الوالدين مثال للتقى كذاك ابن الحسين في أخلاق السماء ملأت الخافقين فطوبى للذي يؤدي الفرض وبالأخلاق يا مؤمن تمتاز إذا كان الفدى أعظم إنجاز وبالأخلاق يا مؤمن تمتاز إذا كان الفدى أعظم إنجاز وتبقى كربلاء هي اللي تنحاز لرأي الدين كي تنمو وتجتاز لرأي الدين كي تنمو وتجتاز فاحترس فالدين عقدة للذي ضيع رشده فاحترس فالدين عقدة للذي ضيع رشده إنما يبحث عمن يستطيع اليوم حتى كل عقد لهم فكرة وابتكار يبعث الشيطان حتى يحتاج
تحتويها القيم أو تحوط الشباب ردة وارتيا وانكسار وانهيار في الحراك الأعم. كل عقد لهم فكرة وابتكار يبعث الشيطان حتى يحتويها القيم أو تحوط الشباب ردة وارتيا وانكسار وانهيار في الحراك الأعم. فاحترس فالدين عقدة للذي ضيع رشدة. فاحترس فالدين عقدة للذي ضيع رشدة. إنما يبحث عمن يستطيع اليوم هداه. كل عقد لهم فكرة وابتكار يبعث الشيطان حتى يحتويها القيم أو تحوط الشباب ردة وارتيا وانكسار وانهيار في الحراك الأعم. كل عقد لهم فكرة وابتكار يبعث الشيطان حتى يحتويها القيم أو تحوط الشباب ردة وارتيا وانكسار وانهيار في الحراك الأعام. لا تعين الهوى وقهر الذات، لا تكون إلى الكفر أصوات. لا تعين الهوى وقهر الذات، لا تكون إلى الكفر أصوات. ربما يمرح يصنعون الخراب، ربما يلعب يبعثون الاضطراب. أيها الملحد لا تعيث الفساد، تبت لأيدي عن أن تطول الشباب. ربما يمرح يصنعون الخراب، ربما يلعب يبعثون الاضطراب. أيها الملحد لا تعيث الفساد، تبت لأيدي عن أن تطول الشباب. تبت لأيدي عن أن تطول. ادفع الجهل لا تخدع الآن، حاصن النفس عن كل شيطان. ادفع الجهل لا تخدع الآن، حاصن النفس عن كل شيطان. يا شباب الأب كن غيورا هما، واقترب كل يوم لقلب الإمام. شجع العقل كي يرتقي للألم، شجع العقل كي يرتقي للأمام. كن معدا إلى النصر لا بالكلام، كن معدا إلى النصر لا. يا شباب الأبي كن غيورا هما، واقترب كل يوم لقلب الإمام. يا شباب الأبي كن غيورا هما، واقترب كل يوم لقلب الإمام. شجع العقل كي يرتقي للأمام، كن معدا إلى النصر لا بالكلام، كن معدا إلى النصر لا. لا تعين الهوى وقهر الذات، لا تكون إلى الكفر أصوات. لا تعين الهوى وقهر الذات، لا تكون إلى الكفر أصوات. ربما يمرح يصنعون الخراب، ربما يلعب يبعثون الاضطراب. أيها الملحد لا تعيث الفساد، تبت الأيدي عن أن تطول الشباب. لا تحزن أحرار، لا تحزن أحرار، لا تحزن أحرار، لا تحزن أحرار. ذبحني بذالة يا شمير، لا تحزن أحرار. ذبحني بذالة يا شمير، لا تحزن لا تحزن أحرار، لا تحزن.
لا تحزن احرى لا اذبحني اذبحني بدال يا شمر لا تحزن احرى اذبحني بدال يا شمر لا تحزن احرى لا تحزن احرى لا تحزن احرى لا تحزن اذبحني اذبحني بدال يا شمر لا تحزن احرى وحسين راح ورجال وحده يعاني ما تحين واسفع على حاله ياهو البقالة أنصار حول تصرع أو كلهم فدالة بدري تلالة لا تخسف أنوار البدور ليلة كمالة خذني بدالة خلى يرد ابن النبي يحمي عياله خلى يرد ابن النبي يحمي في قلبي جمرة من توت صدرة في قلبي جمرة من توطي صدرة ينخاك ضامي وما تحني تروى قطرة ينخاك ضامي وما تحني تروى قطرة لا تحزن أحرى لا تحزن اذبحني اذبحني بدالة يا شمر لا تحزن أحرى اذبحني بدالة يا شمر لا اسمع ونينة فتي الصخر والونتة تبكي سكينة تنادي حزينة يا عم ونت والدي ما تعرفينا ما تسمعينا روحي بعجل ابو علي لا يذبحونا نفقد ولينا بعد الاعادي بالخيام تهجم علينا بعد الاعادي بالخيام تهجم نبقى في حسرة نجدي بالعبرة لو راح عامل عائلة قلبي شي صبرة لو راح عامل عائلة قلبي شي لا تحز لا تحزن أحرى لا تحزن أحرى.